مشاهدين ساعة مع نبال، مساء الأنوار ورمضان كريم. السوشيال ميديا المفروض إنها موجودة في حياتنا لجوانب إيجابية، بمعنى إن يكون في تواصل اجتماعي بيننا وبين الأفراد على مستوى العالم، إن نقدر نتعرف على فكر وثقافة البلاد أو الدول الأخرى، بنستخدمها في شغلنا وفي أعمالنا. لكن في الحقيقة كان في جانب تاني من السوشيال ميديا، وأنا بعتبره جانب مظلم مستتر، لكن هو بصراحة دلوقتي ما بقاش مستتر. قنبلة موقوتة، خيوط عنكبوتية بتلف حوالين رقبتنا ورقاب ولادنا. اللي بيحصل على السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة حاجة تسبب الجنان. القضية اللي يعني أثارت الجدل، قضية حنين حسام وشهيرة التيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي، يعني كلها بتقول إنها حاجات بتوصل للتهلكة. إيه اللي خلى السوشيال ميديا توصل للدرجة دي؟ وإيه اللي حصل في فكرنا وفي طريقة تربيتنا لأولادنا وأسلوبنا في حياتنا والهوس اللي موجود عند الولاد دلوقتي، حب الشهرة والمكاسب المادية مهما كانت الطريقة ومهما كان الأسلوب؟ وده اللي احنا عمالين نشوفه في الفيديوهات اللي بنشوفها دلوقتي، الغير عادية. يعني معرفش بتتعامل ليه، الموضوع خرج من إطار الترفيه أو الإفيه أو الابتسامة، خرج إن في هوس بقى موجود دلوقتي عند بناتنا وولادنا للحصول على الشهرة بأي طريقة وبأي أسلوب والحصول على المال. إيه السبب؟ إيه السبب وراء الحاجات الغريبة اللي بنشوفها في الفترة الأخيرة؟ النهاردة هنتكلم عن قضية حنين حسام، وهنتكلم عن قضية السوشيال ميديا، وفي ساعة مع نبال. وفي سؤال بيطرح نفسه، يا ترى قضية حنين حسام قضية دينية ولا قضائية ولا اجتماعية ولا أسرية ولا نفسية؟ ايه بالظبط؟ كل ده هنعرفه النهاردة، بس بعد ما نشوف التقرير. السوشيال ميديا بقت في بيوتنا عبارة عن قنبلة موقوتة، كانت عالم افتراضي ووهمي في الأول، ومع استخدامها بأسلوب غلط من بعض الشباب والبنات أصبحت خطر يهدد الحياة الأسرية ويهدد المجتمع. حنين حسام قضية أثارت الجدل والرأي العام مؤخرا، حتى وصلت قضيتها للقضاء لمحاكمتها. وطبعاً هي مش آخر ضحية من ضحايا السوشيال ميديا ومش الأولى. لكن في سؤال هنا بيفرض نفسه، ولازم كل واحد فينا يسأله نفسه، إحنا كجمهور السوشيال ميديا ما عندناش كنترول في الحكم؟ في لحظة ممكن نهد شخص ونشهر بيه وندمر حياته،
وفي لحظة تانية ننجم شخص ونخليه أسطورة. فين مراقبة البيت؟ ولا هما بقوا في وادي والولاد بقوا في وادي تاني؟ جماهير السوشيال ميديا بقت لها تأثير خرافي لدرجة إنها في لحظة بقت تتحكم في مصير الناس. السؤال، ليه ما يكونش في رقابة حقيقية من الدولة والأسرة على السوشيال ميديا وعلى البرامج اللي تستخدمها الأطفال والشباب، وقد إيه خطورتها على المجتمع؟ سؤال بيطرح نفسه في حلقة اليوم في ساعة مع نبال. هي قضية حنين حسام قانونية ولا نفسية ولا دينية ولا اجتماعية ولا ايه بالظبط؟ القضية دي ايه بالظبط؟ القضية إيه بالظبط؟ ناخدها من ناحية الدينية ولا من ناحية المجتمعية ولا من ناحية الأخلاقية ولا من ناحية الأسرية؟ المشكلة فين؟ الهوس اللي موجود عند الشباب والبنات إيه اللي وراه؟ إيه السبب؟ أنا معايا دلوقتي الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة نبال، كل سنة وحضرتك طيبة، وكل سنة وكل مشاهدينك طيبين ورمضان كريم. الله أكرم وحضرتك بألف خير. حضرتك عارف طبعا قضية حنين حسام اللي عملت جدل شديد على مواقع التواصل الاجتماعي. حضرتك كخبير قانوني شايف الموضوع ده ازاي؟ خليني اقول لك ان قضية حنين هي قضية اجتماعية، هي قضية مجتمعية، لكنها مصبوغة من جهة بصبغة دينية اخلاقية، ومن جهة أخرى مصبوغة بصبغة قانونية لوجود اعتبارات اجتماعية أثرت على المجتمع وعلى أخلاق المجتمع وعلى ثقافة المجتمع وأخلاق الشباب نتيجة يعني قلة أو انعدام الوادع الديني ووجود اضطرابات نفسية في عقول الشباب نتيجة الهوس اللي أحدثته السوشيال ميديا والسمارت فون والتكنولوجيا المتطورة ومواقع التواصل الاجتماعي اللي خلت العالم كله مفتوح ومتصل ببعضه، واللي خلت الناس ممكن تشوف بعض وتكلم بعض في أي وقت، ما بقاش في حواجز، ما بقاش في موانع، فما بقاش في حاجة صعبة. دكتور أحمد، دكتور أحمد، حضرتك شايف أن المفروض يكون في عقاب وقوانين صارمة ورقابة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ طيب بغض النظر عن المصادرة دي، بس أيوة فعلا المفترض يكون هناك متابعة ورقابة قانونية وقضائية، لأن بحسب الأصل القانون ظاهرة اجتماعية، هو احنا للأسف ما عندناش قوانين تجرم مواقع التواصل الاجتماعي، ولا قوانين تجرم التيك توك، ولا قوانين تجرم الفيديوهات والرقص والغنى. المسائل دي مسائل اجتماعية متاحة، الناس كلها في أي مكان ممكن ترقص وتغني وتتصور من غير ما يكون ده بيحمل صفة التجريم. لكن إذا كان الغرض من هذه السلوكيات والتصرفات هو التحريض على الفسق والفجور، أو في محاولة لابتزاز الآخرين وتصويرهم والحصول على منافع جنسية أو مادية من جراء هذا التصوير، الأمر هنا خرج من دائرة المباح ووقع في دائرة المحظور.
ويمكن انا كان ليا تعليق على الموضوع ده حينما رايت الفيديو باول مره. انا لسه كنت هسال حضرتك يا فندم ان حضرتك كان ليك تصريح وعلى الصفحه الرئيسيه لحضرتك، وبعدين تم تعديل الراي بعد نعم. كده، فيا ريت توضح لي ازاي حضرتك كان ليك راي خاص في البدايه وبعد كده نزلت يعني صرحت بشيء تاني منشور تاني ان في تعديل في الراي. طيب هو انا لما عرض علي الامر وبعض الصحافه وبعض المواقع الاخباريه طلبوا مني اني اقول رايي في الموضوع، وكان بدايه من اليوم السابع، فبقولت لهم ابعتوا لي الفيديو. انا ما اقدرش احكم على شيء واقول رايي القانوني فيه وتحليلي القانوني لهذا الامر الا لما اشوف. فلما شفت الفيديو رايت ان الفيديو بيحتوي على مجموعه من التصريحات والكلام الذي لا يشوب اي شبهه قضائيه او قانونيه، ولا يشكل اي صوره من صور التجريم على الاطلاق. اولا طلبت ان البنت اللي تشترك تكون فوق 18 سنه، يعني هي مش طفله ولا تقطع لقانون الطفل قانون الحدث، وبالتالي لا يعتبر اي عمل او اي تصرف او اي سلوك هو مخالف للقانون وفق ما يعرف بقانون العمل وتشغيل الاحداث. تمام. اثنين انها تكون لابسه فورمال. ثلاثة قالت أنا ما بحبش لا الدلع ولا المياصة ولا حد يخرج عن اللعق، وأي بنت هتتصرف أي تصرف غير مقبول هيتم حذفها فعلا، لأن أنا هراقب كل حاجة بنفسي. كل اللي طالباه منك إن يكون عندك نت كويس وإضاءة جيدة وإنك تتواصلي مع الناس. هو الغرض من الموضوع إن الزوار لهذا الموقع، أنت عارفة أي موقع من المواقع بيعتمد على وجود عدد الزيارات. تمام. وكل زائر قعد وقت قد إيه. فلما هي تقعد وقت طويل بترد على الناس وترد على محادثات وفتح الكاميرا وبتتكلم في لايف مع الناس طول الوقت، فالزوار يقعدوا وقت أطول، فعلى قد الوقت اللي الزائر هيقعد فيها الموقع هيحقق مكاسب من الإنترنت وهيدخل أرباح مالية. فأنا رأيت إن الفيديو ده لا يشكل أي جريمة على الإطلاق، وبناء عليه كان التصريح الاولاني ليا ان الفيديو اللي انا شفته، لان انا بصراحه ما بتابعش الحاجات دي وما عنديش اي فكره عنها ولا فضل ليها. تمام. لكن انا لما اتعرض عليا الموضوع ابعتوا لي اشوف واقيم واحلل، بعتوا لي شفته قلت لا ما فيش تجريم، وانا شايف ان الهجوم على البنت دي هو طعن في عرضها وفي شرفها وكلام غير مقبول لا دينا ولا خلقا ولا قانونا، بل ان الطعن فيها هو الجريمه، لان انا شفت الفيديو ما فيهوش اي تجريم. تمام. الناس هاجمتني. التعديل بقى يا فندم كان ليه؟ ما انا هقول لك اهو. فضل. الناس هاجمتني والناس زعلت مني، وازاي تدافع عن واحده زي دي؟ قلت لهم انا ما شفتش ان في اي تجريم، فقالوا لي طب هنبعت لك تشوف. فبعتوا لي شفت حاجات وقريت حاجات وعرفت معلومات خفيه لم اكن اعلمها، ومع ذلك لم اتعجل في تعديل رايي الا لما صدر قرار النيابه العامه بقائمه الاتهام. تمام. وانا متاكد ان النيابه العامه لديها من الحياديه والنزاهه الذي يرقى الى مستوى العداله وتحقيق العداله، والنيابه ما لهاش مصلحه انها تتهم هذه البنت، ما فيش طار بينها وبين النيابه العامه. فلما قريت قائمه الاتهام وقريت تحقيقات النيابه وبحثت الامر، لقيت ان في خلفيات اخرى من وراء هذه المواقع تدخل فيها تحريض على الفسق والفجور واتجار بالبشر وتسهيل دعارة وأمور أخرى خفية لما أكون أنا أعلم بها. فإن تبين لي أن هناك أمور خفية تمس بأمن وسلامة المواطن وتضر بالأخلاق والمبادئ والقيم العربية والإسلامية خاصة في شهر رمضان، كان على طول لزاما علي ومش عيب أني أوضح واقول ان انا كنت غلطان في رايي، لكن الامر اتضح ان في امور خفيه تستوجب ان احنا لا نقف وناخد وقفه ونكشف الحقيقه عشان نحارب هذه الامور اللي بتضر بولادنا وبحياتهم وباخلاقهم ومستقبلهم وبتضر بالاسره والمجتمع. دي حقيقه دكتور احمد، انا بشكر حضرتك وبشكر مداخلتك في ساعه مع نبال. كان معانا الدكتور احمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية. فكرة المواقع التواصل الاجتماعي وقد إيه بقت بتسبب خطورة على ولادنا وعلى فكرنا وعلى حياتنا، الموضوع زي ما قلت في البداية اتحول من فكرة تواصل
تواصل اجتماعي، المقصود منه تواصل اجتماعي، وان يبقى الفيديوهات او التيك توك او الحاجات اللي موجوده كلها دمها خفيف وليها افهات وبتدي بهجه، لكن الموضوع تطور اكتر من كده. هل يا ترى السبب ايه؟ السبب ان في غياب للاب والام. الاب والام مش موجودين، مش متابعين ولادهم، مش مساعدين ان هم يكونوا يعني فاهمين في التكنولوجي دي او عارفين هو ايه اللي بيحصل. في حاله من العزله بتحصل للاولاد، ودي زادت جدا في الفتره الاخيره، ان كل ولد دلوقتي بيبقى قاعد في اوضته، لا الام عارفه ولا الاب عارف هو بيعمل ايه، معاه تليفونه، سنهم ما بيبقاش سن صغير، يعني 18 من 20 سنة صعب قوي ان انا اقدر اتابع ابني واقعد اقول له وريني انت بتعمل ايه. الموضوع محتاج وقفة يعني كبيرة، ومحتاج ان احنا نستوعب مدى خطورة الامر، وان الموضوع مش المفروض انه يعدي بهدوء، لان نموذج حنين حسام في كتير منه احنا ما نقدرش حتى ندينها او نقول انها مجني عليها، لان في قضاء دلوقتي وهو اللي هيقول كلمته، لكن في نماذج كتيرة موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي ويعني بشكل غير طبيعي.